ملفات سياسية وأكثر منها اقتصادية كانت محور القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، لقاء يراه مراقبون السياسيون استمرارا لسياسة مصر الخارجية التي أصبحت تعتمد على التحالفات التي تخدم على مصالحها الاقتصادية. تمتاز هذه الزيارة أيضا في إطار التعزيز والتشاور السياسي بين الدول الثلاث، المحور العربي العربي الذي يعد نواة إن شاء الله مستقبلية، أن يكون هذا المحور يشمل عواصم عربية كثيرة تكون على يد واحدة وعلى قلب واحد في إطار التصدي لكل التحديات الإقليمية والدولية. التقارب المصري الأردني العراقي يحمل الكثير من الرسائل، أيضا منها خلق تحالف جديد في المنطقة العربية. أرى أن هذا المحور نواة أيضا كبيرة جدا لمحور اقتصادي بين القاهرة وعمان وبغداد، وهذا المحور أعتقد أنه سوف يكون له شكل كبير هام إقليميا على المستوى الاقتصادي. وما يجمع عليه المتتبعون لشؤون الشرق أوسطية أن التحالف سيستغله العراق لخلق صورة جديدة له ومكانة في الساحة العربية.